الفنان عبد الواحد التيتواني. لحظة تكريمي كمالية العرائش كانت مليئة بالرسائل الفنية ولحظة تذكر لرواد الأغنية المغربية العصرية وكذلك يعني على مستوى مدينة تطوان ومدينة العرائش. يعني ما يعني لك تكريم مدينة العرائش؟ بالنسبة لي للتكريم في مدينة العرائش ألا وهي الشمال ككل كيكرموه، ولكن كيبقى الشكر والثناء لمدينة العرائش، المدينة العتيقة الجميلة اللي احنا كنعرف اشنو عندها من خبايا من ناحية الموسيقية. كنعرف موسيقيين كبار كانوا كيف واحد الوقت ديال 54 و52 و53 كانت فرقة ديال التمثيل وفرقة موسيقية كتجي حتى لمدينة تطوان، وهي الفرقة الوحيدة اللي كانت الشمال اللي كتجر المدن المغربية بما فيهم تطوان وطنجة. فأنا اليوم أنا سعيد لأن التكريم فهو تكريم بالنسبة لي أنا ماشي لي بوحدي، كما قلت قبيلة فهو تكريم رواد الأوائل، لأن إذا وقف عبد الواحد التيتواني كأنه موقفوا هذو الأعضاء كلهم اللي بنوا هذه الأغنية هم اللي كاينين. فأنا كنشكركم جميعا سواء اللي ساهم من قريب أو من بعيد، كصحافي كجمهور يعني الجميع كان سعيد وأنا أسعد وهذا شرف لي على أني مدينة من المدن العتيقة يعني بالشمال، لأن أنا إذا قلت عبد الواحد التيتواني فأنا كنحمل اسم الشمال ككل. وشكرا. نعم بالنسبة. بالنسبة للفرقة الفنية العربية التي أحيت الحفل الفني أثنيت على العطاء ديالها في هذا الحفل، ماذا يمكن أن تقول بالنسبة للفرقة؟ أنا كنقول أن هذا هو يعني النواة الأولى للفرقة الموسيقية، يعني هنايا نتمنى على ان من الجامعه اللي موجود في الجمعيه يعني المجتمع المدني ككل انه يساهم فيما شافوا شي شاب او لا شاب ان في العزف او في الغناء او لا، ان نتمنى نجي من رخله الفرقه مكونه من 20 الافراد. تبارك الله هذو العازفين اللي كان اساسيده كبار وعازفين ممتازين كلهم تبارك الله عليهم كاملين. انا اللي كنت كمتلقي ولا كمستمع كنت كنسمع اشياء جميله وانضباط في العزف واحسن انسجام الفرقه، يعني فرقه هائله وعازف يعني عازف متقن وتقني واكاديمي، ومع ذلك هناك احساس. هذا كاين يعني الاجواق اللي اكاديمي ولكن فقدين الاحساس. هذه فرقه عندها احساس جميل، فهذا الاحساس ماشي عند كل شيء، القليل اللي كيكون عنده هذا الاحساس. هي سليمه وسليمه للغايه. نتمنى